بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد في الريكورد دوت موضوع البليدنج، موضوع مهم جدا. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، مركز. اول حاجه في الاول كده هتكلم كده على شويه حاجات فيسيولوجي، تاخد شويه حاجات كده فيسيولوجي انت عارفها، وبعد كده تخش على ديس اوردرز. طيب بص كده، اول حاجه الهيموستاسيس، عمليه ايقاف الهيموريدج. توقفه ازاي؟ ثلاث خطوات. اول حاجه بلاد فيزل وول، بعمل فيه فازو كونستريكشن، ودي الخطوه الاساسيه البيز ببدا بيها. بلاد فيزل يعمل فازو كونستريكشن ويعمل شويه ريكويل كده عشان يقلل الايه البليدنج ويوفر لي وقت للخطوات الجايه. ايه الخطوات الجايه؟ خطوه رقم 2 ورقم 3، البليتلت تبدا تعمل ادهيجن عن طريق حاجه اسمها فون والبراند فاكتور، وتعمل حاجه اسمها اجريجيشن. جميل جدا. انت لما عملت حركه دي اكنك جبت طوب ورصيته جنب بعضه، عشان ينشف بقى ويمسك في بعضه محتاج اسمنت. الاسمنت بقى اللي هي الخطوه رقم 3، اللي هي الكواجوليشن سيستم او كواجوليشن ستيب. ثلاث خطوات هم مهمين جدا تكون عارفهم. طيب الكواجوليشن فاكتور زيتهم كتير، متركمين عندك من 1 ل 13، مش مهم تعرف اسمهم، بس يعني في بعض الحاجات تعرف اسمها، زي مثلا فاكتور 4 اسمه هو الكالسيوم، فاكتور 8 اسمه انتي هيموفيليك فاكتور لان دوت لما بينقص اللي عنده بيخش في هيموفيليا ايه، فاكتور 9 اسمه كريسمس فاكتور لانه لما بينقص بيعمل حاجه اسمها كريسمس هيموفيليا، فاكتور 13 اسمه فايبرين ستابلايزنج فاكتور، لما الفايبرين يتحط كده في الاخر محتاج ينشف، محتاج ايه يبقى صلب، محتاج فاكتور 13 عشان ينشفه، فايبرين ستابلايزنج فاكتور. جميل جدا، ده كلام فيسيولوجي. الكواجوليشن دوت خطوه رقم 3 دي بتحصل بطريقتين، اتنين، طريقه اسمها اكسترنسك باسوي وطريقه اسمها انترنسك باسوي. الاكسترنسك باسوي دي بتحصل البدايه بتاعتها اكسترا فاسكولار من بره البلاد فيزل، عشان كده سموها اكسترنسك. بتحصل منين؟ يعني من التيشو نفسه، التيشو نفسه اللي بره البلاد فيزل هو البدايه. محتاج عندك يكون حاجه اسمها تيشو فاكتور 3، تيشو فاكتور 3 بياكتف فاكتور 7، مجموعهم هما الاثنين جت 3 و7 ياكتف 10، بعد كده خلاص وصلت للايه للكومن باسوي بسرعه، عشان كده بيسموا دوت الطريق القصير. الطريق القصير اسمها رابيد بروسيس، فاكتور 3 فاكتور 7 يدي فاكتور 10. عشان اعمل اسسمنت للطريق دوت اشوفه شغال ولا لا، او اعمل له دايجنوزس، الدايجنوستيك تيست بتاعه اسمه البي تي، البروثرومبين تايم، ودوت المده بتاعته 14 ثانيه. طيب الانترنسك باسوي دوت بيحصل ازاي؟ اسمه انترنسك، يعني بيحصل من جوه البلاد فيزل. الاستيمولس بتاعته او التريجرنج فاكتور بتاعه اللي هو الرفنس اوف الاندوثيليوم، ربنا خلق الاندوثيليوم دوت ناعم وزي الفل، اول ما يحصل فيه مشكله يبدا الاندوثيليوم ياكتف فاكتور 12، 12 ياكتف 11، 11 خلاص يوصل ل 10 لا يقول لك هروح لسه اكتف 9، و9 يروح ياكتف 10 وفي سكته ياخد 8 معاه، يبقى دوت طريق طويل 12 11 9 8 10، عشان كده بيسموه ده الطريق الطويل. والتيست بتاعه اسمه ABTT اللي هو العبط، بنقول عليه كده اختصارا العبط، ABTT Activated Partial Thromboblastin Time. المده بتاعته كام؟ ضعف المده بتاعت البي تي، كان 15 يبقى دوت 30. تمام. بعد كده لصفحه 60 دوت الكلام بقى المختصر اللي هو التجميع بتاعت الايه الباسوي، سواء كان انترنسك او اكسترنسك، وتكون عارف ان مش ده بيحصل لوحده او ده بيحصل لوحده، الاثنين باسوي بيحصلوا مع بعض. يعني لما حد يتعور مثلا بمطوه، مثلا المطوه وهي داخله عورت التيشو، المطوه نفسها برده لما وصلت البلاد فيزل عملت كولاجين بروبلم، عملت كولاجين رفنس، فالاثنين بيحصلوا مع بعض كده، ايه في كومباينيشن بينهم. طيب اخر خطوه خالص تحت اهوت وصلنا للفايبرين. الفايبرين دوت انت وصلت له اهو، محتاج بقى بيقول لك الشمس محتاجه تنشف الاسمنت، عشان تنشف الاسمنت بسرعه محتاج فاكتور 13 اللي هو الفايبرين ستابلايزنج فاكتور. ده كده كان الفيسيولوجي، الكلام كله نورمال طبيعي خالص. خش بقى على الديس اوردرز. بص بقى بسم الله كده، بسم الله، الديس اوردر متقسمين ثلاثه جروبس. الجروب الاولاني مشكله في البلاد فيزل ذات نفسه، يسموها فاسكولار ديس اوردر، او مشكله في البليتلت نفسها بليتلت ديس اوردر، او مشكله في الكواجوليشن فاكتور هيسموها هيموفيليا او كواجوليشن ديس اوردر. تعال على رقم 1 ورقم 2 اللي هم فاسكولار وبليتلت ديس اوردرز، حطهم في قوس مع بعض كده واكتب عليهم بيربرا، بيعملوا بيربرا. رقم 1 بتعمل حاجه اسمها فاسكولار بيربرا، ورقم 2 بتعمل حاجه اسمها بليتلت بيربرا، اما رقم 3 بتعمل ايه؟ بتعمل هيموفيليا. طيب تعال نتكلم بقى، يقول لك ايه هي الاسباب بتاعه الفاسكولار بيربرا او الفاسكولار ديس اوردر، متقسمين اكوايرد وكونجينيتال. نخلص من الكونجينيتال، في مرضين حاجه اسمها تيلانجكتيزيا. التيلانجكتيزيا ديت عباره عن سن دايليتد كابيلاري، فتبدا تخلي عندك لون احمر كده في الجلد اللي هي الايه البيربرا. خلي بالك التيلانجكتيزيا كنت بشوف في السيستميك لوبس، لو انت فاكر في الروماتولوجي كانت موجوده في السيستميك لوبس، في حاجه اسمها ديسكويد راش كانت متجمعه في كلمه اثبت، حرف التي كان تيلانجكتيزيا في الروماتولوجي. طيب رقم 2 كونجينيتال على حاجه اسمها اهلر دالوس سندروم، دوت جمله موسيقيه كده، سكين الاستيستي كابيلاري فراجيلتي. تمام الاكوايرد متجمعين في كلمه ميسي، الام مالجنسي ومينوبوز، الاي اميون وانفكشن، الاس سكيرفي وسينايل بيربرا، الاي الثانيه ياتروجينيك وايديوباثيك. يهمنا نعرف ان الاميون اللي هي الهينوخش واللاين بيربرا، هي الرجيك فاسكولايتس او انافلكتيكويد بيربرا زي ما هنشرحها قدام.
طيب الانفكشن بعض الانفكشن وفي برضو في الاميون فاسكولايتس زي السيستميك لوبس اهيت بتعمل الديسكويدريشن اللي هي التلانجكتيزيا. الاثنين اي عندنا برضو اياتروجينيك وايديوباثيك. ايديوباثيك اعرف في حاجه اسمها بيربرا سيمبلكس دي بتحصل في الفيميل في اللور ليمب وبتمشي لوحدها من غير تريتمنت. طيب السكيرفي النص الفيتامين سي طبعا بيؤدي تلاقي ايه تلاقي يغسل السنان ولسه تبدا تنزف البلاد فيزل نفسها تبقى ضعيفه تبدا تعمل ايه بوع كده اسمها فاسكولار بيربرا سينايل بيربرا بحرف الاس برضو. الاثنين الام اللي هم المالجنس والمينوبوز. تمام كده كده خلصنا الايه الفاسكولار بيربرا. طيب اكتب عندك ان بي الفاسكولار بيربرا والبليتلت بيربرا. الفاسكولار بيربرا ما بتبداش بحرف البي بتبقى بالبابل. البليتلت بيربرا بتبدا بحرف البي وعلى الرغم من كده ان هي نون بالبابل بيربرا. طيب خش بقى على البليتلت ديس اوردر اللي هي رقم صفحه 62 بتقسمين ازاي. قال لك في مشاكل في البليتلت. والله هتقول له هل يا ترى المشكله ديت في عدد البليتلت وفي الحاله دي هسميها ثرومبوسايتوبينيا نقص في البليتلت او هي مشكله بسبب ان البليتلت عددها طبيعي بس الفانكشن فيها مشكله هسميها ثرومبو اسينيك بيربرا. يبقى عندي مشكلتين بليتلت نمبر وبليتلت فانكشن. بص كده البليتلت نمبر اربع جروبس زي انا الحكايه ديت شبه الاطفال بالظبط يعني هنذاكرها شبه الاطفال بالظبط عشان ايه تذاكرها مره واحده يعني البليدنج كله اصلا يعتبر شبه الاطفال فالكلام هنا لو زودنا عليه حاجه فاحنا مزودينها من الاطفال. طيب متقسمين ازاي الجروب الاولاني نقص في البرودكشن رقم 2 زياده في الدستراكشن رقم 3 زياده في الكونسومشن وزود رقم 4 كمان حاجه اسمها سيكويستريشن يبقى انت كده شبه الاطفال بالظبط. طيب ابدا برقم 1 اللي هي نقص البرودكشن متقسمه كونجينيتال واكوايرد. الكونجينيتال اكتب عليهم 3 سندروم كده بتوع الاطفال تور سندروم فانكوني سندروم ويسكوت سندروم. لو انت ظبطتهم هنا خلاص مش محتاج تذاكرها في الاطفال تاني. الاكوايرد اللي هم الثلاثه المكتوبين عندنا بومارو فيلير او بومارو انفلتريشن زي اللوكيميا او فيتامين بي 12 او فوليك اسيد ديفيشنسي برضو تعمل ايه تعمل مشاكل في تصنيع البليتلت. يبقى انت كده عندك نقص في التصنيع كونجينيتال واكوايرد. طب رقم 2 مشكله عندك زياده في الدستراكشن 4 اي اشهر حاجه طبعا كلنا عارفينها هايبر سبيرينيزم السبيرين متوحش. طيب او ايديوباثيك زي الاي تي بي ايديوباثيك اي تي بي او اميون زي السيستميك لوبس اريثيماتوز او بعض الانفكشن زي ايبشتاين بار فيروس ومش عارف ايه. رقم 5 ممكن تزودها برضو انتي بودي اجينست البليتلت antibody against the platelet antigen من الاطفال. رقم 3 احنا كده قلنا 1 decrease the production 2 زياده destruction 3 زياده في الكونسومشن زي ايه مثلا الدي اي سي واحد عمال يصنع ايه عمال يعمل ثرومبوز كتير 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 فهتبدا تستهلك الايه تستهلك البليتلت ويبقى انت كده عملت لها كونسومشن. او حاجه ثانيه اسمها ثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربر يعني حصل ثرومبوسايتوبينيا بسبب ان انا عمال اكون ثرومبوز كتير. طيب الجروب الرابع والاخير اللي هو السيكويستريشن اكتب عليها سبلينوميجالي سبلينوميجالي. طيب يبقى كده خلصنا البليتلت نمبر. خش على البليتلت فانكشن. البليتلت فانكشن متقسمه جزئين يا اما كونجينيتال او اكوايرد. الكونجينيتال او الهيرديتري حاجه اسمها جلانز مان ديزيز. الجلانز مان بيبدا بحرف الجي يبقى مشكله في الاجريجيشن جلانز اجريجيشن بيكون في مشكله في حاجه اسمها جلايكوبروتين 2 بي 3 اي ده في مشاكل فالبليتلت مش عارفه تعمل اجريجيشن وبالتالي عندها تيجي له بيربرا. طيب الفون ويل براند ديزيز او الفون فيل براند ديزيز دوت مشكله في نقص في الفون فيل براند ودوت هو المسؤول عن البليتلت ادهيجن. يبقى تمام كده مشكلتين الهيرديتري واحده مشكله اجريجيشن جلاند زمان واحده مشكله في الادهيجن فولوم براند ديزيز. طب الاكوايرد الاكوايرد ترسم كدني وترسم ليفر وترسم حرف السي وحرف الاي احفظهم كده. الكدني كورنيك رينال فيلير بيقول لك انون ميكانيزم مش عارفين ازاي بتنقص البليتلت بس بيقول لك ممكن اليوريميا اللي بتحصل في الكورنيك رينال فيلير هتقلل الايه الكوكس انزيم. الكوكس انزيم لما يقل مش هيعرف يعمل ايه البليتلت تشتغل وكده. طيب نفس الفكره بتاعت الاسبرين كوكس انهيبيتور. طيب كورونيك ليفر ديزيز الليفر يبقى احنا قلنا كدني وليفر حرف السي ناقص فيتامين سي اللي هو السكيرفي حرف الاي ياتروجينيك زي مثلا انت مستخدم انتي بليتلت زي الاسبرين او الهيبرين او انتي بايوتيك زي البنسلين. طيب في حته مهمه جدا لازم تكون عارفها لما يجي يسالك يقول لك اتكلم عن النون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا ما يجيش بالك انك تتكلم على الثرومبواسينيا وتجري تتكلم على الثرومبواسينيا والفاسكولار بيربرا لان الفاسكولار بيربرا برضه تعتبر نون ثرومبوسايتوبينيك مالهاش دعوه بالايه بالثرومبوسايتوبينيا. يبقى الان بي اللي تحت مهم لو قالك اتكلم عن نون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا تتكلم على الثرومبواسينيا وتتكلم على الفاسكولار بيربرا اللي هي في الصفحه اللي فاتت كمان. طيب خش على الكواجيليشن ديس اوردر. بعد كده عندنا الكواجيليشن ممكن تكون كونجينيتال او اكوايرد. الكونجينيتال بقى حاجات بتاعت الهيموفيليا كلها هيموفيليا A هيموفيليا B هيموفيليا C وبار هيموفيليا. هيموفيليا A مشكلة في فاكتور 8 هيموفيليا B مشكلة في فاكتور 9 اللي هو كريسمس فاكتور هيموفيليا C فاكتور 11. خلي بالك انت بعيد عن رقم 10 لان ال 10 ده هو الاساس ده ال 10 ده بتاع الكومن مسوي. طيب بار هيموفيليا مشكلة في رقم 5 زودهم عندك او هم جايين قدام يعني مش عايز ازودهم هم جايين قدام كده كده. في عندنا برضه حاجة اسمها A فايبرينوجينيا وحاجة اسمها ديس فايبرينوجينيا.
ايوه الاكوايرد مشكله في الليفر مش قادر يصنع كوليتنج فاكتور. بس خلي بالك بتتكلم على كوليتنج فاكتور كلها اكسبت فاكتور 8 لان ده مش بيتصنع في الليفر اصلا. فاكتور بعد كده فيتامين كي ديفيشنسي المسؤول عن تصنيع 1972 او دي اي سي. بالمناسبه الدي اي سي بتقلل كل حاجه، كل حاجه هتلاقي ايه مبوظاها، حتى لما تيجي تعمل التستات هتلاقي كل حاجه برولونجت في الدي اي سي. طيب ركز بقى في الحته الجايه ديت مهمه، هنقفل بقى التسجيل. ايه هي التستات او ايه هي الحاجات اللي انا بستخدمها في الدياجنوزس بتاع البليدنج؟ مهم جدا. هنبدا نتكلم عنهم الاول كلهم مع حوالي 5-6 تستات كده، وبعد كده نمشي بحاجه اسمها الابروتش، ازاي عيان جاي لك بينزف ازاي تتعامل معاه، هتعمل هتقول له اعمل انهي تشخيصات. طيب ابدا كده نتكلم على كل واحد الاول، نعرف الفيسيولوجي بتاعه بيتعمل ازاي. حاجه اسمها هيست تيست دوت مش مهم قوي، بعمله عشان اشوف الكابيلاري فراجيليتي، اسمه كابيلاري فراجيليتي تيست، كنا خدناه زمان في الفيسيولوجي. بتجيب الكف بتاعه جهاز الضغط وتحطها كده وتضغط مده معينه وتعمل ترسم دايره كده في الكيوبيتال فوس بالقلم الجاف وتشوف الدايره دي تتكون فيها كام نقطه حمراء. لو لقيت عدد معين من النقط تتكون يبقى ديت الحاله دي بوزيتيف، يبقى عنده فاسكولار بيبرا. خلاص ده هيست تيست. في حاجه اسمها البليدنج تايم. بص بقى البليدنج تايم مهم جدا، بحرف البي يبقى بيشوف المشكله بتاعه البليتليت. بليدنج بحرف البي بيشوف المشكله بتاعه البليتليت، بحرف البي بيشوف البليتليت. طيب بيتعمل ازاي؟ كنا بنجيب كده على الصمب ونعمل فيه شك كده باللانست كده بالدبوس، ونجيب فلتر بيبره مدوره كده ونفضل ايه نحط نقطه كده نقطه دم، وبعد كده نلفها شويه، بعد 30 ثانيه نحط كمان نقطه، بعد 30 ثانيه نحط كمان نقطه، وهكذا بتشوف النزيف بتاع النقطه ده هيقف بعد كام ثانيه. لو لقيته برولونجد يبقى انت عندك كده ايه بيربرا، عندك مشكله في البليتليت فادى الى بيربرا، ودوت في كل انواع البيربرا غير ما تحدد حاجه مش سبيسيفيك، بيكون برولونجد في كل انواع البيربرا. طيب الكلوتنج تايم، الكلوتنج تايم بحرف السي يبقى بيشوف الكواجوليشن بروسيس، اسمه التايم اصلا كواجوليشن تايم. طيب الكواجوليشن تايم دوت بشوف بيه الانترنسيك باس واي، لان هو بيختار او بيشتغل على بيشوف المقدره بتاعه فاكتور 12 ان هو اكتف 11، وفاكتور 11 ان هو اكتف 8، و8 ان هو اكتف 11 اكتف 9، و9 اكتف 8، او ياخد 8 من اكتف جهاز يكتفه 10. يعني كده بيشوف انا طريق الانترنسيك ولا الاكسترنسيك، الطريق القصير ولا الطريق الطويل، الطريق الطويل اللي هو الانترنسيك باسوي. طيب تاني البليدنج تايم المده بتاعته كام؟ المده بتاعته من دقيقتين لخمس دقائق. الكواجوليشن تايم او الكلوتنج تايم المده بتاعته من خمس دقائق ل 10 دقائق، يعني ضعف اللي قبله. طيب هو ليه اضطر الكوريتنج تايم مدته طويله كده؟ قال لك لان انا بختبر الانترنسيك باسوي اللي هو الطريق الطويل. طب ايه المشكله؟ المشكله في الطريق الطويل دوت ان اطول خطوه فيه اللي هي اول خطوه اللي هي اكتيفيشن اوف فاكتور 12 عشان يتاكتف، بس انك تاكتف فاكتور 12 ده بياخد منك حوالي 5 دقائق، اذا كان التيست كله اصلا بياخد من 5 ل 10 دقائق. يعني معنى كان هي اول خطوه هي اللي واخده التيست كله، هي اللي مبوظه التيست واخده ايه اكبر رقم. فقال لك احنا ممكن نعمل تيست ثاني احسن منه، بدل ما نعمل حاجه اسمها كلوتنج تايم ندي احنا من بره. الكوريتنج تايم ده بيقيس التايم نيدد تو اكتيفيت فاكتور 12، والخطوات الباقيه 12 اكتف 11 و11 اكتف 9 دي حاجات بسيطه ما بتاخدش وقت. فقال لك ايه رايك ندي احنا فاكتور 12 متاكتف جاهز اكتيفيتد، وهنسميه احنا اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم اللي هو الاي بي تي تي اللي هو العبط ده. يبقى العبط ده تكون انت فاهم ان انت مدي من بره فاكتور 12 متاكتف جاهز. طيب المده بتاعته هتطلع كام بقى؟ عندك 30 ثانيه بس، بعد ما كان 5 دقائق ل 10 دقائق بقى 30 ثانيه بس، وهو دوت اللي انا بشتغل بيه بالمناسبه، بشتغل بيه الاكتيفيتد بارشل سمبو بروسين تايم. بستخدمه عشان اقيس الانترنسك ولا الاكسترنسك؟ طبعا الانترنسك ده هو اصلا تعديل للتيست اللي قبله اللي هو الكوتنج فاكتور. فهتلاقي برولونج لو انت بتستخدم هيبارين، هتلاقي برولونج في حالات الهيموفيليا، الحاجات اللي كلها فيها مشاكل في الايه؟ في الكواجليشن. والدي اي سي اهوت محشور في كل حته، اي حاجه دي اي سي هتلاقيها برولونج. تمام كده؟ طيب التيست اللي بعده حاجه اسمها بروثرومبين تايم. البروثرومبين تايم دوت بقى بتاع البليتليت، بتاع قصدي سوري الانترنسيك الاكسترنسيك باسوي. مش احنا قلنا الطريق الطويل الانترنسيك باسوي بستخدم له التيست اللي هو الاي بي تي تي اللي هو كان 30 ثانيه. طيب الطريق القصير اللي هو الاكسترنسيك باسوي ده بستخدم له الايه البي تي اللي هو المده بتاعته نص المده بتاعه الاي بي تي تي، كان 30 ثانيه لكن دوت مدته ايه 15 ثانيه بس. طيب دوت الفكره بتاعته احنا اصلا كنا بنختبر الطريق الاكسترنسك ازاي، وهو اصلا الاكسترنسك ده مش بيبدا غير لو انت عندك تيشو فاكتور 3. طب انا الدم بتاع بره الجسم هجيب له تيشو فاكتور 3 ازاي ده عشان الطريق يشتغل؟ قال لك بسيطه، احنا بنجيب احنا من بره تيشو فاكتور 3 جاهز بنحطه احنا، لما نحط تيشو فاكتور 3 نشوفه هياكتف فاكتور 7 و7 هياكتف 10 ولا لا. والله لو مشي طبيعي يبقى خلاص العين دوت ما عندوش مشاكل في الاكسترنسك بوسي بتاعه. طب لو لقيته برولونجيت زاد عن 14 ثانيه يبقى دوت كده عنده مشاكل في الاكسترنسك بوسي. طيب الاكسترنسك باسوي دوت يبقى بيقيس الاورال انتي كواجلانت، لكن البارينترال انتي كواجلانت زي الهيبارين ده كان انترنسك باسوي، لكن الاورال انتي كواجلانت زي الوارفارين ده عارفين ان هو بيشتغل على الايه؟ على الاكسترنسك باسوي.
طيب لو كان برولونجت يبقى دوت اكيد واخد فيتامين كي انهبيتور زي الوارفارين، اكيد عنده نقص في فيتامين كي، اكيد عنده ديزيز ما بيصنعش كلوتينج فاكتورز. الاي ان ار، الاي ان ار هو يعتبر تعديل من البي تي. ازاي؟ باخد البي تي بتاع العيان واقسمه على البي تي النورمال اللي هو الكنترول، الكنترول ده لو العيان الطبيعي انت متوقع يطلع كام؟ يطلع واحد، لان انا لو انا نورمال وقسمته على البي تي النورمال رقم على رقم هيطلع واحد. فقال لك النورمال بتاع الاي ان ار اللي هي الانترناشونال نورمالايزد ريشيو تطلع عندي واحد. معلش هنوسع رينج شويه، نخليها من 8.10 ل 1.2 مقبوله. طيب لو انا ماشي بورفارين بعالج عيان بورفارين مسموح لي، مسموح لي ان الاي ان ار يوصل لحد 2 او 3، لكن لو زاد عن كده يبقى انت لا محتاج تظبط جرعه الورفارين، العيان دوت ريسك اوف بليدنج. طيب رقم 6 ده تيست مش مهم قوي، اسمه ثرومبين تايم. دوت بيقيس اخر خطوه خالص 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 اللي هي ايه ثرومبين تايم. والثرومبين ده وظيفته ايه؟ يحول الفايبرينوجين الى فايبرين، فهو بيقيس اخر خطوه خالص. طب لو لقيت فيه، لو لقيت التست ده برولونجد، المده بتاعته بالمناسبه زي مده البي تي 15 برضو، لو لقيته برولونجد معنى كده اللي عنده دوت عنده مشكله في الفايبرين، عنده ايه فايبرينوجينيميا او عنده ديس فايبرينوجينيميا او عنده دي اي سي اللي لازق في كل حته. طيب الحته المهمه بقى اللي جايه ديت هنقولها ونقفل بقى الريكورد، مهمه قوي ركز فيها. هاتم الاطفال لو انت معاك مذكره الدكتوره داليا او من مذكره الدكتوره يعني اي حاجه معاك، مش معاك اكتب، اكتبها ورايا في اي صفحه فاضيه. ده الابروتش اللي هتمشي عليه، ازاي اتعامل مع عيان جاي لي ببليدنج. بص كده واحده واحده، انت قاعد في العياده دخل عليك عيان بيقول لك انا عندي نزيف، في عندي بليدنج، اعمل انهي فحوصات يا دكتور؟ قول له كده اول حاجه هتعمل حاجه اسمها بليدنج تايم. جميل، البليدنج تايم بحرف البي بيقيس ايه؟ بيقيس البليتلت، كنا قلنا كده. طيب لو لقيت البليدنج تايم بتاعه، بليدنج تايم بتاعه نورمال، معنى كده تقول للعيان ايه؟ تقول له روح انت ما عندكش مشكله في الايه، ما عندكش مشكله في البليتلت، لان البليدنج تايم بتاعك ايه؟ طبيعي. طيب فدماغك تروح على فين؟ البليخ الطبيعي، يبقى دماغك تروح على الكواجيليشن فاكتور. هتقول له اعمل حاجه اسمها الكواجيليشن تايم او الكلوتنج تايم. طيب الكلوتنج تايم دوت لما تعمله في عندي حاجه من اثنين عايز اقيسهم، يا اما اقيس الانترنسك باسوي او الاكسترنسك باسوي. لما تقيس له الانترنسك باسوي تختار مين؟ البي تي تي اللي هو الاكتيفيتد بارشال ثرومبال سين تايم. طب لو عايز اقيس الاكسترنسك اعمل البي تي بس. لو لقيت البي تي هو البرولونجد يبقى انت خلاص روح انت كده واخد ايه؟ واخد بقى وارفارين، وعندك مشكله في الليفر، عندك دي اي سي، الكلام اللي احنا لسه قايله من شويه. طب لو لقيت البي تي تي هو البرولونجد، لا يبقى دوت عنده حاجه هيموفيليا بقى بيشتغل على الايه كولوتنج فاكتورز، تمام، او الدي اي سي برضه. جميل جدا، يبقى العين اول حاجه قلت له اعمل بليدنج تايم، لقيته نورمال يبقى انت كده بعدت عن البليتلت وبتشتغل مع سكه كواجيليشن. طب افرض بقى انا بعمل له البليدنج تايم لقيته برولونجد، لقيته برولونجد يبقى انت كده دماغك راحت ان في مشكله في البليتلت. ليه؟ لان البليدنج تايم في مشكله، يبقى البليتلت فيها مشكله. طب ايه هي المشاكل اللي في البليتلت؟ والله ممكن تكون مشكله عدد او ممكن تكون مشكله فانكشن. خلاص هقول له اعمل سي بي سي، لما يعمل سي بي سي ويشوف البليتلت كاونت، في حاجه من اتنين، يا اما البليتلت كاونت يطلع طبيعي او البليتلت كاونت يطلع قليل. لو لقيت البليتلت كاونت قليل يبقى العيان ده اقول له انت عندك ايه؟ عندك ثرومبوسايتوبينيا. ما خلاص ما البليتلت كاونت قليل. طب اقول لك يا دكتور ايه سبب الثرومبوسايتوبينيا؟ هقول لك انا محتاج اعمل كمان تيست، اقول له انا محتاج اعمل بومر اسبيريشن. هتعمله ليه يا دكتور؟ عشان اشوف هل هي المشكله بسبب بومر فيلير ولا انت عندك اي تي بي. هيقول لك هتعرف ازاي؟ هبص في البومر، انا خدت اسبيريشن، لو لقيت الميجا كيريوسايت قليله ده معنى كده ان عنده بوم مارو ديبريشن، عنده بوم مارو فيلير للاسف. طب لو لقيت الميجا كيريوسايت كتير ده معنى كده ان البوم مارو ايه؟ اكتف. البوم مارو ايه؟ اكتف، عمال الدستراكشن كتير فالبوم مارو متجنن وعمال يصنع. فتقول له انت عندك اي تي بي. سهله ولا مش سهله؟ سهل. طيب افرض بقى انت عملت له البليتلت كاونت ما لقيتش فيه مشكله في البليتلت. ايه ده؟ يعني انا عملت له البليدنج تايم لقيته برولونجد، جيت اعمل له البليتلت كاونت اشوف بقى المشكله عدد ولا مش عدد، لقيت العدد طبيعي، يبقى خلاص المشكله ايه؟ من غير فقاقه المشكله كده ايه؟ مشكله فانكشن. اقول له روح اعمل حاجه اسمها بليتلت فانكشن تيست. طيب البليتلت فانكشن تيست احتمال من اثنين، والله لو لقيت الفانكشن بايظه يبقى خلاص، يبقى انت كده عندك ثرومبو اسينيا، مشكله الفانكشن بتاعت البليتلت مش شغاله، عندك فون والبراند ديزيز مثلا. طب لو لقيت البليتلت فانكشن نورمال، ايه العيان العجيب ده بقى؟ يعني دلوقتي البليدنج تايم برولونجد بس المشكله مش في العدد ولا المشكله في الفانكشن، اقول له خلاص انت عندك بيربرا، بس خلي بالك البيربرا ديت اسمها فاسكولار بيربرا، مفيش عندي مشكله في عدد البليتلت ولا مشكله في الفانكشن بتاعت البليتلت، يبقى عندي حاجه اسمها فاسكولار بيربرا او اليرجيك بيربرا او انافلكتيكويد بيربرا اللي هي الهينوكشوالاين بيربرا. كده الحمد لله خلصنا الجزء بتاع البليدنج اللي عايزين نخلصه، وفي جزء ثاني كمان بارت 2 بقى هنتكلم على الحاجات الباقيه.